الفعل الإجرامي يدفعنا للتساؤل عن مدى جاهزيتنا في الجزائر للوقاية من كل أشكال الجريمة المعلوماتية. هل قيادة الدرك الوطني قادرة على حماية المواطنين من كل أشكال الجريمة المعلوماتية؟ ما هي الوسائل والتقنيات التي سخرتها قيادة الدرك الوطني لمكافحة الجريمة المعلوماتية بكل أشكالها؟ في هذا الروبورتاج ستشاهدون قصصا حقيقية، مشاهد حصرية من مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجريمة المعلوماتية ومكافحتها والمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلوم الإجرام التابعين للدرك الوطني، فلنتابع. من هنا بدأت الحكاية، وبدأت معها مأساة قاصر وقعت ضحية ذئب بشري. هاتف ذكي وحاسوب، انترنت دون مرافقة عائلية ولا توجيه، لتنتهي بالتحريض على الفسق، التشهير والابتزاز. إنه عالم قُصّر في الشيطان الأزرق. في يوم من الأيام تقدم ولي تلميذة في الطور المتوسط بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني. مجهول ينشط عبر الفيسبوك تحت هوية مستعارة لفتاة، يستهدف القاصرات. محادثات لكسب الثقة، توطيد للعلاقة، تبادل للصور، ثم تهديد وابتزاز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك خويا. الله يسلمك، أنا جاي ديبوزي بلانت. على واش الشكوى هذه؟ الفيسبوك والتصاور تاعي ولا الفيديو. معليش، أعطيني وثيقة تعريف. تفضل ريح تماك دقيقة. احترامة المساعد، كاين واحد المواطن باقي حوس يقدم شكوى على واحد القضية تاع فيسبوك وكذا، راهو هنا في الصاد داتون. تفضل بالشكوى تاعك. عندي بنتي كانت على علاقة مع واحد في فيسبوك ومن هذاك، ومن بعد نشرت الصور تاعها الفوتو تاعها دار في فيسبوك مدة 5 دقائق ومن بعد نحاها. كاين واحد هكا هذوك واش يسموه الكود هذوك تاع واك تابعهم قضائيا. تابعهم قضائيا، انا هذاك الشيء اللي شفت هنا المسار. مرحبا بك. دوك نتاخذوا الاجراءات نتاعنا فيما يخص هذا الاخر باش نتعرفوا على الشخص ولا الاشخاص هذو اللي راهم نشروا الصوره نتاع البنت نتاعك، ونتاخذوا جميع الاجراءات القانونيه وماذا بينا نوقفوا في اقرب وقت ان شاء الله. ولأن الجريمة معلوماتية، طلبت الفرقة الإقليمية التي استقبلت الشكوى المساعدة من مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية ومكافحتها للدرك الوطني. قبل حوالي سنة تعرفت الضحية على صاحبة حساب فيسبوكي، من الاسم والصورة تظهر أنها فتاة، لكن خلف الحاسوب كان الذئب البشري يمد يديه للإيقاع بضحية جديدة. دخلت الضحية في علاقة صداقة مع صاحب الحساب المستعار، دردشة ومحادثات يومية أغلبها تصب في الأمور الجنسية. صاحب الحساب المشتكى منه كان يلح في كل محادثة مع الضحية أن ترسل له صوراً حميمية،
القاصر تعتقد أنها تتحادث مع فتاة، لكن الثقة الزائدة أوقعت القاصر في المحظور، لتكتشف بعد فترة أن صورها أصبحت على واجهة حسابات فيسبوكية. دونك انت استرجع المعلومات كاع اللي لازمه ومن بعد نتصور بالمفتاح خلينا نشوف الحساب ونشوف. يحقق أعوان الدرك في مكتب حماية الأحداث عبر الأنترنت بمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية ومكافحتها في هذه القضية. عمليات بحث تتواصل لساعات طويلة، يحاول فيها الدركيون المختصون تحديد هوية الشخص المبحوث عنه. الرسائل المتبادلة بين صاحب الحساب بهوية مستعارة وبين الطفلة القاصر تكشف كيف تتم عملية الاستدراج. بضع كلمات للتعارف ثم تبادل للقصص وصولا لصور مخلة بالحياء يرسلها قصر لمجهولين، كل هذا يحدث بعيدا عن أعين الأولياء. تلقينا طلب يد مساعدة من وحدة إقليمية من أجل تحديد هوية صاحب حساب فيسبوك ينشط وراء أو خلف هوية مستعارة خاصة ببنت، وراو يقوم باستدراج والإطاحة بفتيات قصر عبر الانترنت وخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويهددهم ويبتزهم من أجل الحصول على صور وفيديوهات خاصة إباحية أو حميمية خاصة بهذا الضحايا من أجل إشباع الغرائز النفسية نتاعهم. طلع لي هذا السوجي اللي مين ديفيزي فيهم مع هذا التوقيت اللي دوسي هذاك لو ليان تاع البوبليكاسيون مع لو ليان اللي هو الرابط تاع المجموعه اللي هو ديفيزي تاع واش هو مربوط تسير قطر في الجغرافيا شو عم تصير اقتصاد شحال الساعه ديفيزو 9:58 باش تبان بصح بالتصوير. في هذا المركز تعمل مكاتب أخرى على عدة جرائم معلوماتية، ففي مكتب اليقظة هذا يتابع الدركيون مجريات امتحان شهادة البكالوريا. الوقت حسب التوقيت حسب الورقة راهي مشهور المبلية. يتابعون صفحات ومجموعات الفيسبوك ويتدخلون إذا تطلب الأمر. هذا العمل الذي يستمر 24 ساعة ضمن استقرار الامتحان المصيري وحفظ هيبة ورمزية الشهادة. نحن المهمة تاعنا المجهود الأكبر اللي تم رصده في هذا البكالوريا دورتي البكالوريا 2017 هو محاولة تعريف أصحاب صفحات والمجموعات التي أنشئت من أجل تداول ونشر على نطاق واسع من طرف المنضمين لهذه المجموعات لمواضيع البكالوريا، وأتت بثمار هذه المجموعات بثمارها وقمت بتعريف عدد معتبر يصل إلى 13 مجموعة وصفحة كبيرة تضم في من 10,000 إلى 200,000 منضم إلى هذه الصفحات، بالإضافة إلى أيضا إلى في خلال الدورة الأولى من البكالوريا 2017 تم متابعة 201 حساب فيسبوك وتم تعريف 80 منهم وتم تقديمهم للعدالة في إطار متابعة بكالوريا الدورة الأولى. الطمع يفسد الطبع، ينطبق هذا المثل على قضايا كثيرة يعمل عليها هؤلاء الدركيون، أشخاص يتعرضون للنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الطمع ورغبة في الربح السريع. دخلنا الباقي ايميل تاع الفيكتيم وجبنا هاتوا لي زيميل كامل 5 كاين 5 ايميل وشحال كون منتم سميل حتى الميل من 500 حتى الميل فوالا خرجنا هاد لاتيستاسيون اللي قلنا عليها بلي مدوا لي اتيستاسيون طرافاي مدوا لي هاد لاتيستاسيون بلي راه يخدم معاهم في سوسيتي تاع باراميديكا وغيرفي لي زانفورماسيون على الشركه هذه كاينه ما كانش لا يسكر قريب ما كانش شركه ما كانش هاد الشركه ما تيزيستيش. تلقى الضحية بريدا إلكترونيا من شخص أجنبي، تطورت العلاقة بينهما وأصبحا يتحدثان عبر سكايب، حتى طلب المجهول من الضحية توفير بذور نادرة تسمى لسان الثور.
ووجهه عند أحد التجار غرب الجزائر. اقتنى في بداية الأمر الضحية بذرتين بقيمة 16,000 دينار وباعهما لأحد الأفارقة ب300 أورو، وطمعا في ربح سريع عاود اقتناء 500 بذرة بمبلغ 400 مليون سنتيم، ثم 500 بذرة أخرى بنفس المبلغ، ليجد نفسه في نهاية المطاف قد سلب منه مبلغ 520 مليون سنتيم، ولا أثر لمن اتصل به ولا من باعه. تبين أن البائع عنده علاقة مع تشكل كاملة عصابة، مع التجر، هي عبارة عن عصابة. استخدام البريد الإلكتروني للضحية مكننا من استرجاع كل معلومات التقنية المتعلقة بمصدر ورود شبكة الرسائل الإلكترونية، بها قدرنا نتوصلوا إلى أحد عناصر الشبكة أين تم التعرف على مكان تواجده، ومن ثم تحديد باقي عناصر الشبكة. الملف تم إعداده، الملف التقني تم إعداده على مستوى المركز، وتم إرساله إلى الفرقة المحققة اللي قامت بتوقيف الجونات ذات عنصرين من الشبكة، وتم تقديمهم إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. ولأن المرحلة في الجزائر تعرف إطلاق عملية الدفع الإلكتروني، يقع كثيرون ضحية نصب واحتيال عبر الفيسبوك، إعلانات ودعوات لأن تصبح مليونيرا عبر النت، تسلبك أموالك وتنصب عليك. أخذ الحيطة والحذر أثناء التعاملات المالية والتجارية، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ثاني شيء، عدم التهاون في التعامل مع عارضي هذه الخدمات. لأنه عارضي هذه الخدمات هم أشخاص غالبا ما يكونوا أشخاص افتراضيين مجهولي الهوية، وهنا يكمن الخطر. ثالث شيء، كنصيحة التي يمكن إعطائها للمواطن الجزائري الكريم، عدم يعني تقديم الهوية الكاملة أحيانا، والمعطيات خاصة المعطيات السرية المتعلقة بالمواطن الجزائري على الانترنت، وخاصة شبكة التواصل الاجتماعي، لأن هذه المعطيات قد تستغل من طرف متطفلين بشكل سلبي يعود بالضرر على صاحبه، أي على المواطن الجزائري. كثير من المشتركين عبر الفيسبوك يربطون حسابهم برقم هاتف، مع مرور الزمن يفقد بعضهم شريحته أو يتعرض لسرقة. مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها عالج قضايا عديدة في هذا الإطار. من هذا المنبر نسمى نعطي كما نقول نصيحة لأي واحد عنده حساب سواء فيسبوك، سناب شات، تويتر أو جيميل أو أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا تخلى على شريحة أو ضاعت له لازم لابد أن يحذفها من الارتباط بهذاك الحساب. نتكلموا عن العقوبات، العقوبات تتراوح من 6 شهور إلى 3 سنوات في المواد، قلنا 303 من قانون العقوبات مكر 1 إلى مكر 3، والمادة 394 مكر 1 لمكر 9. ثاني العقوبات من 6 شهور إلى 3 سنوات، وهذه المادة 394 خصوصا نتكلم على الولوج الغير الشرعي وحذف المعطيات والتغيير وما شابه ذلك. دونك تتكلم على الولوج الغير الشرعي لأنظمة المعالجة للمعطيات المتمثلة في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو ما شابه ذلك. بعد عمل دام حوالي أسبوع من التحريات، استطاع الدركيون تحديد هوية صاحب الحساب المبحوث عنه. إنه طبيب نفساني يعمل بإحدى العيادات العمومية. سي بون سي ريغلي. واش من اوبيراتور الجيري تيليكوم ولا 3G؟ خلاص دوك ترسل للوحده المعنيه قول لهم يديروا لنا ريكيزيسيون باش نعرفوا ونعرفوا الاتصال منين جا، او مو هكا باش نريكيفيرو الهويه الحقيقيه تاع الفاعل. داكور؟ اوكي. صح. كما راك تشوف حاليا بعد العمل الدؤوب والمتواصل تم استرجاع العنوان الاي بي، يعني العنوان اللي راح من خلاله نسترجعوا المنزل اللي تم من خلاله الولوج لعالم الانترنت، وراح نسترجعوا بالاتصال بطبيعه الحال مع الوحده المعنيه اللي راح تدير تسخيره بإذن مع إذن صادر عن سيد وكيل الجمهورية لمصالح اتصالات الجزائر، ونسترجعوا العنوان الكامل للمنزل اللي من خلاله تم الولوج لعالم الانترنت والقيام بهذه الأعمال اللي اشتكى بها المواطن. ساعة
سارع عناصر الدرك للفرقة الإقليمية لاستغلال نتائج التحريات التقنية. توفي أنا ونعم من فضلك البطاقة. بطاقة الهوية. هلا واش كاين مشكل؟ أعطينا بطاقة لتعرفوا على الهوية تاعكم. واش كاين واش درت؟ أعطينا بطاقة تاع الهوية. تفضل. تا واش كاين واش درت؟ موقف. عندك راك موقف. عندك قضية. نروحوا للفرقة. ونقوموا بالتحقيق معك. عمل خبراء الجريمة المعلوماتية الدقيق بالمركز أوصل زملائهم حتى مكتب المشتبه فيه. اقتاد الدركيون الموقوف للتحقيق بعد حجز أدوات الجريمة. جلسة التحقيق كشفت تفاصيل جديدة في القضية. لكونت فيسبوك اسمه بشير وأنس باريزيان وفيدما أمين أنا آية أمين هادو لكونت توعك؟ مشي لا كيف مش توعك؟ والنميرو التليفون اللي خرجوا به واللي جبدناه منه من البورتابل تاعك ماشي توعك؟ توعك؟ ونوجه لك سؤال تاني. لا فوتو اللي راهي في الانترنت اللي دارت مدة 5 دقائق بكونت لينا انت اللي رسلتها؟ رسلتها وقلعتها. 5 دقائق وقلعتها اسمها الكونت تاعك هاك ما تعرف واللي فوتو اللي في الراج ديسك منين جبتهم؟ طلعتهم ديسكيسيون تاع ماسنجر تاعي. علاه درت الفيسبوك تاعك باسم بنت؟ ما يتحلوش يعني في قناه. والتهديد اللي هددتها باش ترسل لك صور واحد اخرين ولا تعاود تنشر لها صور واحد اخرين؟ راك معترف بالجرائم اللي ارتكبتها ضد الضحية؟ راك موقف باسم القانون من أجل التهديد وتشهير وإرسال صور عبر الفيسبوك لقاصر. في المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلوم الإجرام يعمل الخبراء المختصون في دائرة الإلكترونيك والإعلام الآلي على فحص الحاسوب المحمول والهاتف المحجوزين. شوف الكونت تاع فيسبوك. الكونت تاع فيسبوك أهم عمل يقوم به هؤلاء هو حماية محتوى الحاسوب والهاتف من أي تغيير حفاظا على الأدلة. تنسخ بعدها المعطيات في فصيلة الأنظمة المركبة وتبدأ عملية معالجتها. أول شيء قمنا بحماية القارنة من أي تغيير في المحتوى، ثم قمنا باستعمال جهاز مانع للكتابة وتغيير أي معطيات في قرص الصلب، وبعد ذلك قمنا بإنشاء صورة لقرص الصلب على الجهاز، وبعد ذلك قمنا بتفحص كل المحتويات الموجودة في قرص الصلب. ذاك الخطوة نروح نطلع اللوجيسيال ونشوفوا كيف يقسم لنا المعطيات هذه عشان ذاك ندخل في عملية تحليل المعطيات. إضافة لمخبر الإعلام الآلي
تضمن هذه الدائرة تحليل التسجيلات الصوتية. استمعوا جيدا لهذا التسجيل. تعتقدون أنه تسجيل موسيقي؟ التقنيات التي يعمل بها خبراء الدرك في هذا المعهد تستطيع معالجة التسجيلات بدقة، تحسن الصوت، تقارن بين الأصوات، وتتأكد من أصلية التسجيل. فلنستمع الآن للتسجيل بعد المعالجة. بجانب مخبر الصوت يعالج خبراء الفيديو صوراً ومشاهد ويجرون الخبرة على الفيديوهات. هذه الصورة يعمل العون الخبير عليها لإبراز ما تخفي. وآخر يعمل على فيديوهات لمعرفة أصليتها أو فبركتها. بالعودة لفصيلة الأنظمة، قاربت معالجة المعطيات على نهايتها. قمنا باستخراج مئات الصور الخاصة بالضحية، كما استخرجنا العشرات من الفيديوهات الخاصة بالضحية التي قام بتصويرها هذا الشخص المنتحل الصفة على الفيسبوك. الخبير الرائد يضبط آخر الرتوشات لتقديم تقريره. بعد استخراجنا للصور والفيديوهات نقوم بتحرير تقرير خبرة إلى السلطات القضائية ونصف فيها كل محتوى كل الدلائل التي لها علاقة بالقضية. حتى في حالة تخريب المشتبه فيه لأداة الجريمة تتيح الإمكانيات التقنية الموضوعة تحت تصرف خبراء معهد الأدلة الجنائية وعلوم الإجرام للدرك الوطني إمكانية تصليح المحجوزات من أي عطب أو تخريب طالع. عمل الخبراء في هذا المعهد الوطني مهم جدا، فالخبرة هي من تثبت الجرم وتبرز الدليل المادي. خلال السداس الأول من سنة 2017 وصل عدد طلبات الخبرات التي قدمت للمعهد 440 طلب خبرة، وهو ما يكشف أهمية دور هذا المعهد في التحقيقات القضائية. ما شاهدتموه في هذا الروبورتاج يؤكد بأن الرهان الحقيقي اليوم هو كيفية حماية مجتمعنا من أضرار هذه التكنولوجيا. الصورة النمطية في أذهانكم بأن كل ما يحدث في الفضاء الافتراضي هو خارج المجال القانوني أصبحت من الماضي. ثقافة التبليغ في هذا الإطار أكثر من ضرورية، فكل ما يقوم به الدرك الوطني من تسخير الموارد البشرية وإمكانيات تقنية يتطلب أيضاً يقظة للمواطن حتى نصل إلى أنترنت آمن لنا ولأبنائنا. السلام عليكم.